السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعالى الإخوان. الفيديو ديال اليوم غنشرح لكم كيف غديروا تفتحوا هذا النوع ديال الحوت. بصراحة أنا ما عارف سميتو بالعربية، مي عارف سميتو غير بالإنجليزية، وكيقولوا له أويسترز. هذا النوع ديال الحوت راه كما كتشوفوا راه بحال الا حجره، صعيب انه يتحل. وبصراحه هذا النوع ديال القشريات كنظن انه يكون غالي، حيت هذا الواحد كيدير تقريبا 5 دراهم ديال 5 دراهم مغربيه، يعني كيدير حتى 50 بنت هنا في بريطانيا، ومره مره كيدير حتى 1 باوند يعني 10 ديال الدراهم. هذا النوع ديال القشريات معروف به انه بحال الى منشط، يعني تاكل جوج ولا ثلاثه من هادو، يعني بحال الى كليتي بزاف ديال البروتينات، ولا يعني داكشي اللي كياكلو الدراري ديال اللي كيلعبوا الحديد. اول حاجه انا غنوريكم كي غديروا تحلوه، هو شويه صعيب، مي كلشي بالنسبه للممارسه. هكا داير، حنا كنشوفوه حجره، يعني ما عندك ما غتحلها. الا بغينا نحلوها خصنا نحشيو الموس هنا في هاد كيكون شويه ديال الشقه تما، ونفتحوها بشويه علينا. مي بنادم خص يكون شويه ديال الحذر، يعني راه ممكن تقطع يدك ولا شي حاجه بحال هكا. ها انتم كتشوفوا كدفع وكتهز، ها هي تحلات، ها انتم كتشوفوا كي دايره. احنا غنحيدو هادشي كلو، هادي ما عندنا نديرو بها. وهاد النوع ديال الحوت كيتنكل يعني بلا ما يطيب، هاكا مثلا هاكا يكون هاكا لاصق، كنحيدوه بالموس هاكا كاملة كتحرك. هانتوما كتشوفو كي كيتنكل هدا الحوت، كنزيدو عليه شوية ديال الحامض، شوية ديال الحامض أيوا، وشوية ديال الحار، شوية ماشي بزاف، وكنخلطو كما تشوفوا هكا. هانتوما كتشوفوا يعني غنبقى فيها هو. نحل الاخر كما قلت لكم هذه الطريقه، عاود خص دائما تلقى ديك الفتحه الصغيره، ها هي هنا، نحطها لتحت بشويه عليك. ها انت كتشوف، ها الا لقيتي الفتحه راك غتحلو بسهوله. ها شتي، ها هو كلشي على الفتحه، الا لقيتي الفتحه راه غيتحل، ما لقيتيش ديك الفتحه راه ما غاديش يتحل ليك. ها ايوا، كما درنا الاول، ها هو الحامض، شويه ديال السودانيه، نخلطوه ايوا. انا معكم يعني كما شفتوا راه ماشي شي حاجه الله صعيبه. مي هاد الحوت كما قلت لكم راه بحال المنشط وعامر بروتينات، ولا كليتي غير جوج ولا ثلاثه، بحال الا كليتي ما عرفتش شحال ديال اللحم ولا ما عرفت، يعني ها
عامر بالبروتينات ومنشط. كنتمنى لكم تجربوا هاد كي غتقدروا تحلوا هاد القشريات كنقولوا لها احنا بالانجليزيه اويسترز. كنتمنى تجربوها في الدار وتنال الاعجاب ديالكم. الاخوان تهلاو حتى الفيديو ان شاء الله القادم، وغنطيب لكم الموصلز ان شاء الله بطريقه انجليزيه. الاخوان ما تنساوناش بالبصمه والاشتراك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.